تشرب ايه يا جعفر؟ ولا حاجه والله. ما يصحش يا وداد. وداد شوف المعلم جعفر يشرب ايه. دش دش اهو سيد. انا سكت عن اللي حصل لاهلي في غيابي وجيت لك. قلت لك المحل وقعدت مع ابوك وقلت له نصفي كل حاجه. قلت له كلم شاوي وعارف انك قلت له انك مكسل ومفرهد. انت ما كبرتنيش ونزلت. انا كبرتك وطلعت لك. ابني فين يا شاوي؟ سددت. أنا لسه هفكر واتعب نفسي. فكر أنت في الضمان اللي خليني أقول لك وأبقى في أمان. أنا مش مستعجل، أنا في شهر عسل مع بنت خالك. القهوة. اشربها في عزاك عن قريب يا وداد.